إن كنت صحفياً، موسيقياً أو من هواة استخدام تطبيقات الهواتف الذكية وتسجيل مقاطع الفيديو وتبحث عن ميكروفون بمواصفات تسجيل عالية، نقدم لك في فقرة تيست لهذا الأسبوع جهاز ميكروفون لولي دي 3 الجديد والذي سيوفر لك هذه المواصفات. إن كنت ممن يبحثون عن ميكروفون عالي الجودة لتسجيل مقاطع الفيديو أو مذكراتك الصوتية أو حتى الموسيقى، ننصحك بميكروفون لولي ثلاثي الأبعاد الجديد الذي تم إنشاؤه بواسطة شركة لولي الناشئة والكائن مقرها في لوس أنجلوس الأمريكية. الهاتف هو أول جهاز تسجيل ثلاثي الأبعاد محمول في العالم بالنسبة للهواتف الذكية، والذي بشأنه أن يساعد مستخدمي الهواتف الذكية، فهو يتيح لهم خوض تجربة صوتية مدهشة ومميزة سواء عبر هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل لأبل iOS، مما سيمكنك من تسجيل صوت رائع في أي زمان وأي مكان. لولي سهل الاستخدام، إذ تم تجهيزه بنظام تسجيل متكامل 3D، لذا لن يجد على الأغلب عازف الموسيقى وهو التسجيلات أفضل وأسهل من توصيل هذا الميكروفون بجهازهم الذكي وبدء الاستمتاع بتسجيل صوت نقي وواضح، وهو مفيد أيضا لمحترفي تصوير الفيديوهات وبثها على موقع اليوتيوب، إذ يعطي جودة صوت عالية الدقة بتردد 44.1 كيلو هيرتز، كما أنه مثالي لالتقاط العروض الحية، المدونات والبودكاستينج والأحداث، إضافة إلى أنه يمكنك استخدامه مع تطبيقات iOS الموجودة في هاتفك كالفيسبوك، الانستغرام وسناب شات. ويقوم لولي بتسجيل الصوت في وضعية منيو وستيريو لتلبية جميع احتياجات التسجيل الخاصة بك، كما أن الميكروفون ملحق بتطبيق ذكي من شأنه أن يجعل منك مهندسا للصوت محترفا، إذ يمكنك التحكم في دقة الصوت وكذا تنظيم جميع الملفات الصوتية وإضافة المؤثرات كذلك بكل سهولة. الجهاز متوفر بعدة ألوان تشمل كل من الذهبي والأسود والفضي، إضافة إلى اللون الوردي والأزرق. هذا وأطلقت مؤخرا حملة لتمويل ميكروفون لولي على موقع التمويل الجماعي انديغوغو، ومن المقرر في حال نجاح هذه الحملة تقديمه إلى داعميه بحلول شهر مايو المقبل، وهذا بسعر تنافسي يقدر ب 45 دولار فقط. نصل وإياكم مشاهدينا الآن إلى فقرة توب كيك. في فقرة توب كيك لعدد اليوم سنتعرف على أحد أشهر وأبرز العقول الجزائرية المهاجرة إلى أمريكا. سبق له أن نجح في اختراع أسرع روبوت في العالم بإمكانه كتابة 1300 سطر في الثانية، فضلا على جهاز سكانير للشركة العالمية سامسونج ليصبح أكبر مختص في عالم الروبوتيك والهندسة الميكانيكية. إنه البروفيسور يوسف كمال تومي، نتعرف عليه في هذه الورقة. البروفيسور كمال يوسف تومي من أكبر علماء الهندسة الميكانيكية في العالم ومن أبناء الجزائر البررة، ذاك الذي يحمل متلازمة الكفاءة والبساطة. ولد بقصر البخاري بولاية المدية سنة 54-900 وألف، تربى يتيم الأب. نشأ البروفيسور كمال تومي وزاول دراسته بمسقط رأسه. المفارقة العجيبة أن كمال تومي كان يكره الذهاب إلى المدرسة ليتعلم كغيره من الأطفال، لكنه كان يخلو إلى زاوية من سطح بيتهم مصمماً وصانعاً لبعض الآلات الميكانيكية، وما تبقى من الوقت يقضيه مع ميكانيكي الحي يفكك ويركب المحركات من شتى الأنواع. وبطبيعة الحال كان يلقى اللوم من أمه التي كانت تمتعض من رؤيته متسخاً ومهملاً لدراسته وواجباته المنزلية. مرة على مرة يعني تجي تقول لك أنت لما تكون كما أخوك تقرأ كما أخوك وتكون في مقام أخوك، يعني فهذا الشيء يعني اللي كان لازم. الحاج أخوي الحاج أحمد رحمة الله عليه، يعني هو يعني اللي ربانا في الحق كل إحنا، وهو كان يعني لما الوالد قتل كان هو في عمره حوالي 11 سنة. أفرض أنت إنسان يعني اليوم واحد عنده 11 سنة ويرجع هو ربه. من بين أسرار تفوق البروفيسور كمال تومي حرص أمه عليه التي كانت تحثه على التمسك بدينه. يعني متعلق يعني بالقرآن والتجويد والأحكام، يعني كنت متساءل يعني كيف القراء يعني يقرأ آية مثلا اليوم ولا صور،
من بعد 6 أشهر وعام من بعد يعني يمكن يقرأ نفس الصورة، يعني نفس الصيغة نفس الأداء. بعد بضعة أشهر قضاها بجامعة باب الزور، أتاحت له شركة سوناكوم فرصة الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار المنح التي كانت تمنحها الشركة الوطنية للدراسة بالخارج. انتقل الاهتمام إلى الهندسة الميكانيكية، فكان أول تتويج من جامعة سينسيناتي بولاية أوهايو بشهادة مهندس شهر جوان 1979. شغف التعمق في هذا التخصص والشعور بنقص التكوين جعل البروفيسور يعزف عن فكرة الرجوع إلى الجزائر لينطلق في طرق أبواب عدة جامعات أمريكية، فجاء الرد من جامعة MIT لتبدأ قصة عشق جميلة بين كمال تومي وأعتد الجامعات الأمريكية وأشهرها عالميا. الإنسان اللي عنده الأفكار الجيدة للطريبون زيدي، هذه يونيدي يعني فكرة جيدة تخرج منها بليزير فيبليكاسيون، يمكن واحدة توصف فيها الفكرة، واحدة أخرى يعني تزيد تصلح في الفكرة هذيك، واحدة تروح تطبقها يعني في ميدان خاص كذا كذا، يعني يمكن يكون لك عندك 5 6 10 ولا أكثر يعني فيبليكاسيون في هذا النقطة واحدة، هما يرجعوا للنقطة هذه يشوفوا يعني هذا الفكرة انتهت. الفصل الأول من هذه القصة انتهى بحصول البروفيسور كمال تومي على شهادة الماستر في علوم الهندسة الميكانيكية شهر جوان 81، ليدهش بعدها العالم باختراعه لأسرع آلي في العالم، وذلك سنة 83، لينال على إثرها شهادة الدكتوراه سنة 85 بأطروحاته في التصميم التحليلي والتحكم. أوائل الثمانينات يعني المشروع بتاع الدكتوراه تاعي كان على هذا لا كونسيبسيون، وثاني الاناليز ولا سانتيز ولا فابريكاسيون، يعني صنع هذا الـ يعني لي روبو رابيد، هذا الروبو السريع هذا، وكان يعني هو اكثر من كما قلت من قبل يعني من جانب السرعه كان يمكن حوالي 10 مرات اسرع من الروبوات اللي كانوا موجودين في تلك الحال، ولكن من الجانب متاع الاكسيليراسيون يعني كان أكثر يمكن 50 مرة أكثر من وحتى يعني الماتيريو اللي استعملناهم يعني من الألمنيوم اللي كومبوزيت، يعني حاجات اللي حتى في الوقت هذاك يعني كانت يعني متقدمة يعني. ليفتح بعدها باب آخر للبروفيسور، وهذه المرة في مجال التدريس والتكوين، وعين أستاذاً مشرفاً على أبحاث الطلبة على الصعيد العالمي إلى غاية يومنا هذا. المؤهلات العلمية التي يحوزها البروفيسور مكنته من أن يكون خبيراً ومستشاراً للكثير من الشركات والمخابر العالمية في عديد براءات الاختراع في مجالات دقيقة جداً من علم الهندسة الإلكترونية، إما منفرداً أو بمشاركة علماء آخرين، وهو حالياً مدير مشارك في مركز الطاقة النظيفة وعضو المؤسسة الوطنية للعلوم بواشنطن وعضو الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين. كما نال العديد من التكريمات وحصد العديد من الجوائز وكرم جزاءً لمجهوداته من طرف شخصيات عديدة من أمثال تيد كينيدي عضو الكونغرس الأمريكي وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق، بالإضافة إلى تكريمات داخل وخارج الجزائر. رغم ما توصل إليه البروفيسور كمال تومي إلا أنه يتميز دائماً بتواضعه وأخلاقه العالية، وكذا فخره واعتزازه الجلي بوطنه الجزائر وبلغته العربية وبدينه الإسلامي، فهو من رفع ذات يوم صوت الحق مؤذناً في إحدى كنائس بوسطن، وافتتح لقاءات عالمية بالذكر الحكيم في كثير من المحافل الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن والبحث، فأنا كما قلت بالنسبة لي يعني ما نقدر نتصور يعني واحد يمشي لوحده. هذا وكرم مؤخراً البروفيسور سنة 2013 بالجزائر ونال وسام العالم الجزائري.